حفل مميز وكالعاده الجامع الجنوب الوادي. انا بشكرهم طبعا الدكتور عباس منصور على الجهد، واولا هو بيساعدنا على نشر اللعبه طبعا، ده حاجه مهمه جدا، وانا كرئيس اتحاد ببقى سعيد وفخور جدا موجود مع الطلبه وكره صراحه موجوده. يكفي ان كره صراحه اسمها بيتداول في مدينه الغردقه، في الجامعه، في الجامعات كلها في نشاط لكره صراحه، فده حاجه مميزه جدا ان شاء الله. يعني احنا زي ما اتفقت مع الدكتور عباس كنا عاملين قبل ما نيجي الاحتفال، تواصلنا مع الدكتور عمر الحي الاماراتي، هو نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضه الجامعات، اللي احنا ان شاء الله السنه الجايه نقيم أول بطولة عالم للجامعات هنا في مدينة الغردقة تحت رعاية جامعة جنوب الوادي، وأعتقد ده هيبقى حدث مهم جدا وهنشتغل عليه من دلوقتي. هل ستكون مصر في الأيام اللي جاية إن شاء الله أو في السنين اللي جاية هيكون هي رائدة كرة السرعة في العالم؟ هي مصر رائدة كرة السرعة في العالم، إحنا أبطال العالم من سنة 86 حتى 2016 في تونس، ودي يعني الحمد لله احنا عندنا الافضليه في هذه الرياضه، عندنا قاعده ممارسه كبيره جدا، احنا اكبر اتحاد على مستوى العالم هو الاتحاد المصري لكره السرعه في عدد الممارسين في النشاط، واحنا بنوعد بنزيد الحمد لله، عندنا تواصل اجيال كثيره جدا، الاتحاد عامل خطه طموحه جدا لنشر اللعب على مستوى المحافظات ومستوى جميع الانديه، وده اعتقد ده اللي بننتج ثماره الليان اللي احنا كل سنه بنحصد كل الميداليات الذهبيه في بطوله العالم، بطوله الافريقيه، بطوله العربيه، ان شاء الله الفتره الجايه تبقى في مزيد من التقدم لكره السرعه. وباذن الله هل عندنا في مصر هنا مراكز تدريب عالميه لكره السرعه؟ يعني الناس من بره تيجي تتدرب عندنا هنا في مصر؟ طبعا احنا كان عندنا المنتخب البولندي من فتره والمنتخب الكويتي موجود، واحنا كمان بنطلع نعمل يعني دورات تدريبيه للدول بره، كنا في تونس وفي المغرب وفي الجزائر، ورحنا لبنان ورحنا الاردن ورحنا عمان، رحنا المانيا، رحنا سويسرا، اعتقد ده. والفتره الجايه كان في هنا شهر يناير اللي فات دوره للحكام ومدربين كانت هنا في مدينه الغردقه، وكان الختام برضه في قاعه المؤتمرات، 87 حكم ومدرب على مستوى القاره الافريقيه كلها، وكانت حاجه كويسه جدا. في عندنا في المغرب خلال الشهر القادم، خلال الشهر احنا يعني الجاي ان شاء الله في بدايته عاملين دورة تدريبية هناك في المغرب، كل ده بيزود عدد الدول الممارسة، كمان بينشر اللعب على مستوى العالمي. أنا أحب أشكر كل الطلبة اللي شاركوا وربنا يوفقهم بقى في الامتحانات، خلصنا المهرجان والرياضة يبدأوا في المذاكرة، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأتمنى لجامعة جنوب الوادي التوفيق والنجاح، وإن شاء الله السنة الجاية تبقى بطولة أقوى من كده. بتمنى لحضرتك التوفيق والتقدم اكتر، وان شاء الله هيكون مصر رائده العالم كله في كل الاوقات يا رب، في كل المجالات مش كره السرعه بس.